الدوحة بتستأجر مرتزقة لاستقبال سلبي للأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته للمملكة المتحدة. قامت قطر باستئجار مجموعة من المرتزق، كل واحد تبقى للمعلومات مدققة خد 300 جنيه استرليني للمشاركة في تظاهرات. ومحمد بن سلمان في الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في المملكة يقابلوه ببروباغندا مدفوعة الأجر من قطر. تعال نشوف سريعا، يعني يا ريت اقرب لي الصوره. ادي المظاهرات مدفوعه الاجر في لندن اللي بيتم استقبال بها الامير محمد، وطبعا شتيمه وتطاول يليق بقطر وامير قطر، انه الامير محمد انه كذا وانه كذا وانه كذا. وانا بقول لكل الناس المعلومات، ارجعوا شوفوا هذه المظاهره او هذه التظاهره ليست تظاهره طبيعيه في اي مكان في العالم، وانما تظاهره تم دفع مبلغ 300 جنيه استرليني مقابل كل مشارك في هذه المظاهره.